البيرسول او الجاز، انهم اللي ممكن يقتل السبان والامل اللي موجود في الشعر، وازاي نحافظ على شعرنا ما يوصلش ليه الحاجه دي؟ طيب الحاجه دي بتوصل ازاي؟ قرب هنا. بص شايفين يا جماعه؟ شايفين درجه السبان؟ ايوه صوري. بص يا جماعه، ده السبان اللي انا بتكلم عليه بيبقى موجود في الشعر. طيب يا جماعه، السبان ده او الامل بيظهر ازاي في الشعر؟ بصوا يا جماعه، هو مش قله نظافه ولا الكلام ده، لا ده بالعكس بيبقى نظافه زياده على اللزوم، ومحافظه على بنتك، ومحافظه على شعر ابنك، ومحافظه على حياتك من الحاجه دي. السبان ممكن يجي من طفل او حد يكون في المدرسه نقله لابنك او بنتك، فبالتالي هو بيتكاثر في النقطه زي دي. طيب عشان اعالجه، اول حاجه يا ست الكل، انا لما قلت البيرسول انا كنت بشدك علشان تسمع الفيديو، انما البيرسول ما ينفعش نحطه على الشعر، انا بهزر وبشدك بس ان انت تشوف الفيديو للاخر. طيب عشان تنصحي غيرك وتوصليه لحد يكون انت بتحبيه او عنده النقطه دي، الجاز الابيض، الجاز الابيض مش مشكله، الجاز الابيض، الجاز الابيض ده موجود في السوق. طيب مش عايزه الجاز الابيض، انا انصحك ان انت ممكن تجيبي الجاز اللي موجود في اللهم صل على حضره الكريم، اللي موجود في البنزينه، الجاز الاحمر العادي بتاع العربيات ده، هتجيبيه وهتحطيه على شعرك. طيب لما انت تحطيه على شعرك هيبقى ريحته وحشه؟ اول حاجه فوائد الجاز ان هي بتقوي الشعريه قويه جدا، تمنع التساقط، تخلي حاجه قويه جدا في شعرك. السبان والامل اللي موجود في الشعر ده بتقضي عليه نهائي. طيب انا استخدمه ازاي عشان ما يبقاش ريحته وحشه جنب جوزي او مع عيالي في المدرسه يروحوا يخلوا ريحه وحشه؟ في حمام كريم اسمه المنك، منك ده اللي هو لونه بينك، ريحته تحفه وجميل جدا. ممكن تستخدميه ازاي؟ مرتين في الاسبوع هتجيبي الجاز وهتحطيه مع الحمام الكريم، فبالتالي بيبدا يخفف الريحه بتاعته، بس مفعوله القوي موجود كده كده. قتل الامل والسبان الاثنين يا جماعه هتقدري عليهم، ومع ذلك هتضيفي ان هو مفيد جدا للتساقط، مفيد جدا لتغذيه الشعر، مفيد جدا للمعانه. فانت ما تخافيش واشتغلي كويس على النقطه ديت، وهاتي الجاز وحطيه مع الحمام وفردي الشعر مرتين في الاسبوع يا قمر، وان شاء الله قسما بالله هتدعي لي وهتعرفي ان انا كلامي واصل لوجه الله ليكي. انا مش عايز حاجه منكم بس غير دعوه لله ولابويا وامي الله يرحمهم. فركزوا يا جدعان على الحاجات اللي انا بكلمكم عليها، الحاجات دي طبيعيه 100% بس استخدامها الصح. كلنا بنستخدم حاجات كويسه بس اهم حاجه استخدامها الصح. يا رب الفيديو ينال اعجابكم، ما تنسوناش بقى من الدعوه لله واللايك والاشتراك.